السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى يا ربي تكون في أتم الصحة والعافية، ولقاكم يا ربي هذا الفيديو ضحكات نشطات يا ربي. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل جديد، وأول ما يتحط الفيديو تكونوا نتوما الأولى باش أي واحد عنده شي سؤال كنجاوب عليه، حيت أنا دوك الناس اللي تيعلقوا لي الأولين هما اللي تنجاوب معاهم تندردش معاهم، حيت الله يحسن العوانة ما تنساليش نجاوب أي واحد. يعني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله، وبغيت ربي يرزقكم الجنة يا ربي، واي وحدة عندها شي امنية في خاطرها الله يحققها لها يا ربي امين. بالنسبة للقناة الثانية غنخليها لكم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق، سيروا اشتركوا فيها ودعموها. بغيت اي بنت مشات شاركت في القناة ربي ينورها ويغفر لها ما تقدم من ذنب وما تأخر، وبغيت اللي عندها شي امنية في خاطرها الله يحققها لها والله يعطيها قدنيتها والله يبعد على ولاد وبنات الحرام يا ربي، والله يجعل يا ربي يحقق لها ما تمنات. الا كانت ناويه الزواج الله يزوجها بخير الرجاله، الا كانت باغي شي واحد المعقول يا ربي يجمعهم في الحلال في القريب العاجل، الا كانت مره مزوجه على المشاكل الله يفتح عليها مشاكل الدنيا والاخره يا ربي، واللي بغات الدريه الصالحه الله يرزقها يا ربي الدريه الصالحه يا ربي امين. المهم اي وحده عندها شي امنيه في خاطرها بغيت ربي يحققها لها قولوا امين. الدريات والله العلي العظيم اللي تندعي معاكم من نيتي، تنحسب لكم بناتي خواتاتي صحاباتي كلشي الحمد لله، وكنشكر المتابعات ديالي في مكان الجزائر تونس المغرب العراق اي بلاصه، يعني تنشكركم بزاف. بالنسبه للناس اللي كيقولوا مثلا فهموش على اللهجه ديالك وهذا، يمشوا للقناه الثانيه راه كنهضر فيها انا وواحد السيده اخرى لهجه بيضاء كلشي غيفهم ان شاء الله، فيها وصفات مطرطقين حصريه، وتما كنضرب كندير القراءه الخاصه بالكارطه، اي وحده بت يعني تشوف قراءه خاصه بالكارطه تمشي ديك القناه الاخرى غتنديرها واشتركوا فيها باش تشجعوني باش نبقى ندير لكم فيديوهات فيه انا وديك السيده اللي معايا. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه واعره البنات للتهيج والمحبه، عاوتاني كطلبوني على هاد الوصفات بزاف وكتقولوا لي كثري منهم كثري منهم، وانا دابا نكثر منهم البنات. وصفه البنات سهله وواعره البنات، غتهيج بركابي وغتخليه يفكر فيك ليل ونهار، ما حدك انت كتمشي في التراب وراسو هو عاق طاير في السماء، راه يعني ماشي يعني مبالغ ولا شي حاجه، انما وصفه واعره البنات ومطرطقه وسهله وبسيطه ما فيهاش مكونات بزاف، فيها البنات التصويره فيها صباطك، شكون اللي ما عندوش صباط قول لي شكون اللي ما عندوش صباط، وفيه العسل وشويه الملح وكلشي غيكون هو هذاك ان شاء الله. البنات اللي كيقولوا لي ولا العيالات اللي كيقولوا لي لا علاش عافاك درنا شي وصفه بلا تصويره، الدريات الله يهديكم واش دابا انت باغي شي حد الحلال ولا انت خاطبك شي حد وما عندكش التصويرات؟ راه ما يمكنش، دابا راه الواتسابات مطليين الفيسبوكات مطليين، جيب الفم وقول عطا الله تصاور في مرض في ممشيتي عطا الله تصاور الدريات، داكشي علاش البنات توقدوا معايا شويه وكونوا عيالات وقادات، والبنت اللي ما كاين حتى واحد في حياتها تعلمي باش انت ما تدارش فيك. المهم البنات كنحتاجوا التصويره ديال بركابي، كناخذ البنات التصويره بعدا تنحطوها في شي حاجه، نحطها في السطح ليله كامله تحت النجوم ليله كامله، البنات اللي يقولوا لي ما عندناش حنا في السطح غتحطها في الشرجم، ولكن يعني باش ما يطيرش يطير عليك البنات شي حاجه غتحط فوقها شي حاجه ثقيله بحال دابا هكا، وغتبقى تحت بحال هكا باش الوجه تحطها من الجنب باش الوجه بقى يشوف في السماء. يعني القضيه الخطوه ضروريه البنات، الخطوه ضروريه. هاد الوصفه البنات من الاحسن تستخدموها على طهاره، خدموها نهار الاثنين ثلاثة الاربعاء الخميس الاربعاء والسبت ما تخدموهاش، حيت الاربعاء والسبت اغلبيه الوصول ما كيصدقوش حيت كيكونوا كراهيه، ولكن هذه الوصفه البنات ما كتخدمش نهار الاربعاء والسبت، وكاين الوصفات ديال المحبه كتخدموا الاربعاء والسبت عادي جدا، غير هذه ما كتخدمش نهار الاربعاء والسبت. المهم كيف ما قلت لكم كتحط البنات التصوير ديال بركابي ليله كامله في النجوم، يعني في السطح كتحطي عليها شي حاجه باش ما يطيرهاش ليك البرد والجاع، واللي ما عندهاش السطح يعني شي نافذه تكون يعني كطل تما على على يعني السما تكون واسعه. تناخذ البنات ديك التصويره ديال بركابي، وكنحتاجو شي صباط، يعني صباط يكون ديالك ويعني تلبسيه دائما، شي صباط انت تيعجبك كتلبسيه دائما، المهم ولا سبرديله حيت دابا البنات ديال دابا اغلبيه تلبس سبرديله. الوصفه كتعملها في تحت هنايا في هنايا تحت ديال الصباط، ويمكن لك كذلك حيت شحال من وحده ما كتعرفش تقاد الوصفه مزيان غير يعني تتمشي شي شويه بالصباط كطيح لها التصويره، يمكن لك ديرها حتى في وسط الصباط يعني تحت داك الفراش
داك الفراش اللي كيكون في الصباط يعني في السبر ديالو شي حاجه، كتلقاي واحد الفراش في الوسط كتحيديه وكتعملي الوصفه تما، يعني اي بلاصه انت مناسبك مناسبه عليك. كناخذ البنات ديك التسويعه راه ما كتكونش فوتوكوبي البنات، تكون تصويره، يعني التصويره اللي كتكون شويه ما كتكونش هكا ورقه، التصويره التصويره ماشي فوتوكوبي ولا شي حاجه، باش تكونوا فاهمين، حيت فوتوكوبي البنات دغيا غادي دغيا غتقطع عليكم. كناخذ البنات هاد التصويره كنهزو من ورا كنقلبوها، المهم هاد الوصفه راه صالحه للتهييج، وما حبوا اي حاجه ديرها لراجلك ديرها لصاحبك ديرها لاي حاجه، المهم بوركان بصفه عامه، يعني داك خصوصا داك اللي قطع البحر راه كتنجح معاه مليون في الميه، حيت الخدمه ديال التصاور كتكون ناجحه. فاش كتبان البنات هنايا الف ليم لام جيم، نتمنى تكون الكتابه واضحه لكم، غنقرب لكم باش كلشي يفهم، باش حتى وحده تقول لي عاودي ليا الكتابه. يا معشره يا معشره خدام، هذا الحذاء ضعوا قلبه تحت رجلي لكي يفقد صوابه، لكي يفقد صوابه. سمعونا البنات، ويحبني حبا جما ليس له مثيل. شوفوا البنات كنكتبوا مورا التصويره، ها الف لي الف لام جيم كتكون متفرقه. يا معشره خدام هذا الحذاء ضعوا قلبه تحت رجلي لكي يفقد صوابه، ويحبني حبا جما ليس له مثيل. بحال هكذا نعاود لكم الكلام مره اخرى، حيت انا ما كيكونش عندي البنات الوقت باش نكتب لكم داكشي في التعليقات. الف لام جيم، يا معشر خدام هذا الحذاء ضعوا قلبه تحت رجلي لكي يفقد صوابه، ويحبني حبا جما ليس له مثيل. وكنجيو البنات هنايا فوق وجهه، فوق وجهه البنات بالضبط، ياك كنديرو فوق وجهه يعني فوق التصويره هنايا، كنديرو البنات النجمه السداسيه، ولا كنديرو زعما النجمه الخماسيه، هذه ما كتخدمش بالنجمه السداسيه، هذه كتخدم بالنجمه الخماسيه. تديري هنايا تهييج محبه جنون عشق ملك، تدري هنا اسمه واسمك، اسم حبيبك واسمك، يعني تنديرو هنايا تهييج محبه جنون عشق ملك واسمك واسم حبيبك في الوسط ديال النجمه. هاد النجمه راه كتكون البنات هنايا، تكون هنايا باش تكونوا مفاهمين. وتتهز البنات هاد التصويره كيف ما قلت لكم، تديروا لها شويه العسل هنايا، شويه العسل يعني شي شويه العسل، يعني شويه العسل، وتلصقوها هنايا، تلصقوها تحت صباطكم، تحت صباطكم كدوزو على السكوتش يعني، وكديروا عليها شي سكوتش ولا شي باش تشد. شحال وحده ما كتعرفش تقاد القضيه مزيان، يعني حيت انا كنصايبها للناس وكنقادها لهم ونزقرها لهم مزيان، الناس اللي ما عارفينش ليها يديروها وسط، عرفتي دابا السبرديله يعني الحذاء الرياضي كتكون كيكون وسط الحذاء الرياضي فراش، تديرها انت تحت الفراش فهمتوني باش تشد مزيان. وتناخذوا شويه المليحه، تناخذوا شويه المليحه في داك الحذاء، تنحطوها في داك الحذاء صافي، تلبسوا داك الحذاء يعني شويه المليحه يعني، وانت هي كتمشي البنات في داك بداك الحذاء البنات، وانت كتمشي بداك الصباط كتضبجي على داك التصويره، راه هو هذيك الساعات عقلو راه كيبغى يطير، عرفتي راه ميت هنا تيصوني عليك، راه الله العظيم تجربوا واحد تصدموا، تولي غير تضحكوا تقولوا سبحان الله الوصفه خطيره البنات بزاف. حاولوا البنات هذه الوصفه ديروها، ديروا تفوسي خايل الاول عاد جربوها، راه واعره بزاف الحمد لله، عطاتها شحال دار لي ونجحت معاها، يعني كدير التصويره تحت الصباط او يعني وسط الصباط تحت الفراش،
يعني كتعفطي عليه وما حتى انت كتعفطي عليه وكتعفطي على قلبه وعلى عقله، راه غيجن داك السيد غيولي مجنون غير بك انت يعني. ما يتهنى جربوها يعني، جربوها اسبوع كامل، راه الا كاع كثرات 15 يوم كتعطي نتيجه، واخا هي راه في الاسبوع الاول كتعطي نتيجه، ولكن الا كثرات 15 يوم كتعطي نتيجه وغادي تصدموا والله العلي العظيم غادي تصدموا. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي دائما علاش كطولي في الفيديوهات فيك بزاف الهضره، انا الحمد لله ماشي فيا بزاف الهضره، انما كنحاول سبحان الله اي فيديو كنديرو قصير ما كيفهموش فيه البنات. انا كنحاول انني نعطيكم فيديو فيه نصائح اللي ما تلقاوش حتى شي بلاصه، انا راه يتفرجوا فيها عشرات الناس يعني من الاول حتى الاخر مستافدوا. هذا هو الفضل عندي، هذا هو الفضل عندي انا. اليوتيوب راه دايره غير مع صحاباتي هكا، نعطيهم وصفات هذا وهذا، وهذا هو الفضل عندي. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل شيء جديد، وربي ينوركم ويحفظكم ليا يا احلى متابعات، والله يسهل عليكم كاملين يا ربي، قولوا امين. واحد الحاجه غنوريكم دابا، واحد البنات واحد الفسيخه دابا نصورها لكم، واعر البنات كتحطيها في العتبه ديال الدار، خطيره بزاف، كتكثر من الافراح وتجيب لك التيسير وتجيب لك اي حاجه زوينه، جربوها مش عكس الشيء عليها، والله يسهل عليكم ويسر لكم. وتحيه لحبيباتي الجزائريات والعراقيات والتونسيات وفي ما كنتو في العالم.